زي بص نفسي انا نفسي في جوارديولا كده مدرب اهلي، اللي هو بيحط الفرقه، عارف اللي هو انا هكسبكم هكسبكم، انا نازل هكسبكم، تقعدوا لي بقى في هقول لك 18 حاجة يا تقعدوني ميدو، في احنا الجول. كنا كده في النادي الاهلي في وقتنا في في التسعينات، وقت من الاوقات كان فعلا كان لازم. مستر هولمان يوم قايل لك ايه، انا قدامي ربع ساعة، بعد ربع ساعة هتلاقيه بيرمي المفاتيح، خلاص خدت اللي انا عايزه، هدف واثنين وثلاثة. مستر هاريس في اول سنتين نفس الكلام، فاكر انت واحنا موجودين في انبي لما انا جيت الاعارة، كان الكابتن طه الله يرحمه، قلنا له يا كابتن هما 8 ماتشات ب 24 هدف، وقلنا الكلمة دي وفي اجتماع بسيط لكل اللعيبة، احنا ما عندناش غير 7 ماتشات يعملوا 21 بونت، واقصى الطموح ان احنا نتعادل في ماتش.